أكثر إشي بحبه بهالدار هاي الشجرة. هاي الشجرة زرعها سيدي الله يرحمه أول ما عمر الدار، وكان يحبها ويدير باله عليها كأنها حدا من أولاده. وهلا زي ما أنتم شايفين قاعدين تحتها إحنا والعيلة. إيش الموضوع؟ ما لهش علاقة بالمسلمين ولا بالعرب، الموضوع إنساني بالدرجة الأولى. الموضوع حتى اليهود معترضين عليه، يعني حتى اليهود بالعالم بيحكوا إن إسرائيل بتسوي يعني قتل ودمار و للي لسه متابعني جديد وما يعرفنيش، أنا رحمة. هدفي أسافر العالم كله قبل سن الـ30، وعندي دلوقتي 22 سنة وسافرت 16 دولة. معنى كده ان من ضمن الدول اللي انا هسافرها خلال الـ8 سنين الجايين هي فلسطين. ودايما تخيلي كان ان انا هروح فلسطين، هروح جزء منها بس مش عارف اروح كل حتة فيها. هسمع قصص كتيرة عن الناس اللي خسرت بيوتها واهلها وارضها، وهعرف اكتر عن الاحتلال وتاريخه. لكن دلوقتي التخيل اختلف، بقى عندي امل ان انا لما هروح فلسطين هعرف اروح في كل حتة، هسمع من الناس قصص النصر والأفراح وقصص الناس اللي رجعت لبيوتها ورجعت لأهلها. كل ده اختلف في خلال الأسبوعين أو الثلاثة اللي فاتوا. مرحبا، من أمام عمارة كحيل مدمرة كليا من قطاع غزة. عمارة كحيل واحدة من أهم وأشهر العمارات الموجودة بقطاع غزة، واللي كل الطلاب الفلسطينيين بيعرفوها لأنها بتحتوي على مراكز تدريبية عديدة أغلب طلاب الجامعات درسوا فيها، وبتحتوي على مجموعة من أهم وأشهر المكتبات الموجودة بقطاع غزة، واللي بيزورها مئات الطلاب والشباب العاشقين للقراءة والكتب والمطالعة. عمارة كحيل هاي العمارة اللي هي قضيت حياتي كلها فيها. هاي العمارة هي فيها مكتبات غزة اللي بنشتري منها كتبنا، فإحنا كل مراكز تدريبية موجودة فيها، كل المطابع، كل المكاتب نشتري منها. حتى أصدقائي المشاركات هناك دمرت كلها، فقصفوا العمارة وقصفوها في الليل فما كان حد فيها، ما رنوا أحد. قصفوها بالليل فمحدش رن على حد، ده معناه ايه؟ معناه يا جماعة ان الاحتلال هم بيرنوا على الناس او يبعتوا لهم نوتيفيكيشن او مسج او whatever بان هم هيقصفوا المبنى ده قبل ما يقصفوه بدقيقة او 5 دقايق على حسب يعني مودهم. وفي طريقة تانية كمان، الصاروخ التحذيري. وكمان المشكلة انه هم بيروجوا شغلة كتير غلط، انه احنا بنعمل صاروخ تحذيري، تمام، بنضرب البيت بصاروخ تحذيري، صاروخ تحذير، نضرب البيت بصاروخ تحذيري عشان الناس تطلع منه. انقذوا الشيخ جراح، انقذوا سلوان، استمروا بان تكون القدس بوصلتكم وعاصمتكم. طب ثانية واحدة، خلينا نعيد القصة من الاول خالص، ايه اللي حصل وايه اللي وصلنا لهنا؟ في 1947 كان الانتداب البريطاني مسيطرين على فلسطين بشكل كامل. بالوقت هاد كان يساعده، كان في عنا شخص اسمه ثيودور هيرتزل زعيم الحركة الصهيونية بالعالم، انهم بيدوروا يعمل وطن قومي لليهود بأي مكان بالعالم. احنا ليش ما نعمل بفلسطين وطن قومي ونبدأ نحكي انه اجدادنا كانوا بفلسطين، ونجيب الناس على اليهود من حول العالم على فلسطين تحت مسمى الدين. لكن بعام 1947 الأمم المتحدة طلعت قرار التقسيم. قرار التقسيم بيعني أنه تقريباً 56% من فلسطين يكون وطن لليهود والباقي يكون وطن للفلسطينيين. لا تسأل عن سلامتي، روحه وضع يرتى له، يعني ما عاد الواحد يخاف على حدا. اقول لك بطلع اولادي ما بسال عنهم، لان الوطن بده شباب، بده نساء، بده الكل، حتى اللي واقف على اللي معه العكازه بده لازم يطلع يوقف. بعام 1948 العصابات الصهيونيه المسلحه نفذوا مجازر كل انحاء فلسطين، نكبه فلسطين عام 1948. بعدين ظلت الامور بصراعات لحد عام 1967. هيك صفت فلسطين 100% تحت سيطره اليهود وتحت سيطرة اليهود الصهيونيين. يعني احنا عنا مشكلتنا مش مع اليهود، احنا مشكلتنا مع الصهيونية.
في دلوقتي الجزء الصغير اللي باقي من فلسطين عايزين يستولوا عليه كمان. مفيش جديد يعني. يعقوب, you know this is not your house. Yes, but if I go, you don't go back. So what's the problem? What are you yelling at me? I didn't do this. But you're easy to yell at me, but I didn't do this. Yeah, you are stealing my house. And if I don't steal it, someone else is going to steal it. No one is allowed to steal. وسرقة منازل للمواطنين بحي السلوان وحي الشيخ جراح, وبينشئ مستعمرات مستوطنات بكل أنحاء الضفة الغربية, وبالتالي بيجيب اليهود من كافة أنحاء العالم, يكون عندهم مكان ببلاش راتب, بس تعالوا اللي بدكم إياه بصير. أنا بالنسبة لإلي وإخوتي اللي موجودين بالمنزل ما يقارب 27 نفر. احنا اذا يتم اخلاءنا فيش عنا بديل, اطفالنا. الفترة اللي فاتت وكالعادة عشان كل اللي حصل وكل الفضايح والكلام والكلام ده حبوا يسكتوا الناس, فعملوا مسرحية اسمها الهدنة. الهدنة دي تنص على ان هي هدنة, يعني مش محتاجين نعرف ايه الهدنة. وخلال الهدنة, يعني الهدنة حصلت يوم 21 مايو الفجر, يوم 21 مايو الصبح اللي هو كان يوم جمعة, حصل اعتداء وحشي على المصلين في المسجد الأقصى وهم بيصلوا صلاة الجمعة. دي أول حاجة. تاني حاجة, حصل وبيحصل حملة اعتداءات شاملة أكتر من 500 حد عشان بيسموهم مثيري الشغب, ودول اللي كانوا بيدافعوا عن أرضهم وعن بيوتهم اللي بيحاولوا يطردوهم منها. تالت حاجة, أثناء الهدنة قرار محكمة الاحتلال طلع بالتهجير القسري ل 680 عائلة في حي سلوان. اليوم كانت المحكمة بدها تهجر 600 عائلة من القدس, من حي سلوان 680 عائلة. الشيخ جراح كانوا 12 عائلة أظن, شيء زي هيك. فجد كتير الوضع سيء كتير, وكمان سكروا المعابر كلها. نجيب أغلب التجار, هان تجار الصين, تجار أي شيء, لما بدي يجيبوا بضاعة من أي مكان في العالم بيجيبوها عن طريق البحر من ميناء أسدود بإسرائيل وبتدخل على قطاع غزة. وأي مثلا الحالات اللي عنا, حالات السرطان, الأمراض الصعبة, هاد بيطلع من معبر إيرز اللي هو مع إسرائيل للقدس يتعالجوا مستشفى المقاصد. فاللي هو الآن كله سكر, حتى فلوس الإعمار سواء القطرية أو الكويتية اليهود مش راضين يدخلوها. يعني قصفوا الأبراج اللي صراحة كتير كتير كبير, وهي يعني بعدين ضربوا البنية الاقتصادية, ضربوا المصانع, ضربوا عنا أكبر مصنع للسفنج, أكبر مصنع للدهان, أكبر مصنع للأدوات الأدوات الصحية للحمامات والمغسلة, بسميها الأدوات الصحية يعني, والألمونيوم. ضربوا عنا مصنع آيس كريم, مصانع البلاستيك ضربوها. فكتير كتير مصانع ضربوها بس كوسيلة ضغط, يعني بس يضرب المصانع بس كوسيلة ضغط. فهم نحكي نحن بنستهدف بس الأهداف العسكرية, أو مصنع البوظة إيش بده في الأهداف العسكرية. فأنا بحارتي 15 واحد توفى 15 دقيقة أو أقل كمان, كتير أطفال ماتت. يعني ممكن تشوف الإحصائية, يعني اليوم عنا زميلتي بالحاضنة اليوم اجت على الدوام, 26 واحد من قريبها ماتوا دقيقة. أطفال كتير, يعني كان في عنا 56 طفل تقريبا ما تجاوز الثلاث سنين. وبعد كل ده بيقولوا عليه conflict. مين بيقولوا عليه؟ الميديا, الأخبار, الناس اللي عندها صوت وباور عامة زي الرؤساء أو الحكومات بتاعت الدول المختلفة بيقولوا عليه conflict, خناقة. لا, هو مش خناقة. هو ده مش خناقة, دي حرب, ده احتلال, ده عدوان, ده ظلم. هو لو احنا ما بدنا ندافع عن المسجد الأقصى يبقى نموت أحسن. فيمكن المسجد الأقصى حساس جدا بالنسبة لك الفلسطينيين. جوا المسجد الأقصى, خنقونا جوا المسجد الأقصى, البيت ربنا يحميه. ومن هاي احنا ما تستسلمنا ولا حنستسلم, والموضوع مش كونفليكت. يمكن هاي اهم شغلة, الموضوع مش كونفليكت ولا اللي هو احنا عنا قوة مضاهية لهم, هي بس احنا رد فعل مسلح على اللي بيصير. المفروض كان كله تمام لفترة طويلة صح؟ يعني كانش في اي حاجة بتحصل, ولا برضو كان اللي انت بتقوله ده بيحصل طول الوقت؟ كان
ما عمره وقف. الاعتداء، بناء المستوطنات، سرقة البيوت، تهجير الناس من بيوتها، الحروب على غزة، يعني مش بس بالسنوات هاي كانت تصير حروب مثلا نفس الهاي، بس مش بنفس الهمجية. مثلا كانوا يقصفوا أهداف معينة، ناس معينين، مصانع، منشآت لمدة هيك وتصير هدنة وخلص. ولكن عزيمة الشباب وهمة الشعب الفلسطيني العالية لسه واقفة ولسه موجودة بشكل كبير، وآلاف الشباب بتنفذ مبادرات تطوعية لحتى تعيد إعمار قطاع غزة وتنظف الركام والخراب الموجود لحتى نرجع بهمة عالية وبعزيمة قوية نعمر قطاع غزة ونعيد تصليحه لحتى يكون مثل قبل وأحسن بإذن الله. غزة بخير وحنعمر البلد. حنعمر. نعمر فلسطين، نعمر فيها ان شاء الله. غزة طول عمرها عطلها فوق العالم. الله حنعمرها. الله عليك. حنعمرها. والله حنعمرها. حنعمرها. ما شاء الله عليك. حنعمرها. الله عليك. أرض المجد وأرض العزة، بلد الغالية الحلوة غزة، وبلدي غزة يا غزة. وحابة أنهي الفيديو ده بأغنية جميلة جدا بتحكي قصة فلسطين لبنت اسمها إما، بنت مصرية، مع فيديو يوريكم جمال الأرض المحتلة فلسطين. Palestine, where Christians, Muslims, and Jews lived fine in the 1800s. It was ruled by the Ottoman Empire. Meanwhile, a bearded guy founded Zionist for Jews to aspire, a land that becomes their home and safe only for their kind. Then there was World War One that ended when the Allies won, and England was like, hey, this beautiful land is totally mine. Till the name was Palestine, even though it was colonized, and a promise for a Zionist state was made by a man that had no right. Then more and more Jews arrived seeking refuge, and that's all right, until their plan to steal the land was no longer to hide. The year was 1948 when Israel bullied its way into a state. Thousands of Palestinians fled their homes to survive. No right for return, no right for a home, no right to fight for the land that they owned. Israel expanded more and more into an apartheid. Where is your humanity? Where's your respect for dignity? Call it conflict as insanity. It's time to change your mind. One day Palestine will be free, so be on the right side of history. You're not anti-Semitic if you stand against war crimes. Don't be brainwashed by the news. Now you can see for yourself the truth. Learn about the story of Palestine.